شيخ افتح عينك واغلقها وتأمل. قبل سنتين ثلاثة كم واحد كنت تعرفهم؟ ها؟ تفتح عينك راحة خلصة مشط. الوجوه اللي كانت أنيقة أكلها الثرى أكلها التراب. وحياتك الحياة عبرة كلها عبرة. يعني الإنسان اللي عنده شوية وعي وش يقول أحد الشعراء عن ذول الأتقياء؟ تقول مرضى وما بالقوم من مرض أو خلطوا خبلا حاشاهم الخبل. يعني أنت هذا لما تشوف هذا الولي تقول أنها شو مخبول شبيه ما أخذ التفكير. يقول لك هاي الحياة أشبه شيء بالطير أشبه شيء نعم بالحلم. شلون الحلم الإنسان يشوفه ويفتح عينه يلقى ما في شيء قدامه؟ هذه هي الحياة في واقع الأمر.